أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مع الحكيم وتغطياتنا المستمرة في مواجهة فيروس كورونا. حلقة خاصة نتابع فيها من ينزع غطاء الستر عن منظمة الصحة العالمية، وكيف تدير منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا، من يعد لها الدراسات والأبحاث التي تتخذ على أساسها القرارات، وهل كان الموت السريري لعقار الهيدروكسيكلوروكين الضربة القاضية للمنظمة لأسباب علاجية، أم أن ذلك في إطار المنافسة السياسية وحرب تصنيع اللقاحات؟ وماذا ستفعل الدول التي اختارت الكلوروكين دواء لمرضاها بعدما فشل في العلاج؟ هل وجدت البديل؟ وماذا عن الدول التي ما زالت تصر على استخدامه مثل الجزائر والبرازيل؟ يجيب على هذه الأسئلة وأكثر الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي، خبير مختص في علم الفيروسات بمستشفى كلود برنار بمدينة ليون، وخبير في منظمة الصحة العالمية في مراقبة الإنفلونزا، أمين عام لجمعية الصحة والإنسانية والإبداع الفرنسية الجزائرية. لكن مشاهدينا، قبل هذا اللقاء دعونا نتعرف على أحدث الأخبار والدراسات عن جائحة العصر كورونا. بروتوكول جديد للتعامل مع مرضى كوفيد 19 بمؤسسة حمد الطبية. أعلنت مؤسسة حمد الطبية بقطر عن بروتوكول جديد في التعامل مع مرضى كوفيد 19 يتمثل في تسريح المرضى الذين تظهر اختباراتهم موجبة بعد 14 يوما من تاريخ إجراء الاختبار، والسماح لهم بالعودة لمنازلهم وتقديم المشورة الصحية لهم، فضلا عن ضرورة اتباعهم للإرشادات العامة والتطبيقات الجديدة المحدثة على غرار تطبيق احتراز. وذكرت وكالة الأنباء القطرية قنا أن البروتوكول سيفيد أغلب المرضى من خلال تمكينهم من العودة إلى منازلهم وإلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن كل من يخالف الشروط المذكورة سيعرض نفسه للعقوبات طبقا لقانون العقوبات والوقاية من الأمراض المعدية وقانون حماية المجتمع. واعتبرت أخصائية الفيروسات بالمؤسسة الدكتورة نعيمة المولوي اعتبرت البروتوكول الجديد خطوة مشجعة نحو الأمام، ويجعل دولة قطر تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وأحدث الأدلة العلمية التي تبين أنه بعد 10 أيام من المسحة الإيجابية الأولى لا يعود غالبية المرضى ناقلين للعدوى. سابقا كان المرضى يبقون في المستشفى أو مرافق العزل لأكثر من 14 يوما، حيث أن خروجهم كان يتطلب نتائج سلبية مرتين عبر فحص PCR بحسب ما ورد في موقع مؤسسة حمد الطبية. وبحسب قنا فقد تنطبق سياسة التسريح الجديدة فقط على المرضى الذين لا يحتاجون إلى دعم طبي، في حين أن المرضى الذين لديهم أعراض تتراوح حدتها من المتوسطة إلى الشديدة والذين يتطلبون علاجا طبيا مستمرا فسيخضعون للرعاية في منشأة طبية حتى زوال الأعراض لديهم. ومعنا من الدوحة عبر سكايب الدكتور ناصر علي الأنصاري، رئيس لجنة مكافحة العدوى التابعة للجنة إدارة الكوارث في مؤسسة حمد الطبية. أهلا وسهلا بك دكتور ناصر. دكتور ناصر، قبل الحديث عن الخبر دعنا نتحدث عن هذا الخبر المبشر لليوم. قطر تسجل رقما قياسيا بتعافي 5205 حالة خلال يوم واحد من فيروس كورونا. نعم، الحمد لله. مثل ما انتم عارفين يعني الوباء طبعا هو يعتبر مصيبة، ولكن كلها يعني بشكل مرحلي وتمر، وان شاء الله احنا بعد يعني مثل الدول الثانية راح تمر علينا الوباء، وناس كثير إن شاء الله راح تعرفون ويشفون منه. دكتور ناصر، دعنا نتكلم عن هذا البروتوكول الجديد الذي أقرته مؤسسة حمد حول التعامل مع مرضى كوفيد 19. يعني كيف سيتم تطبيق هذا البروتوكول، وما هو هذا البروتوكول تحديدا؟ البروتوكول هو يعني إجابة على السؤال إذا كان شخص مصاب بفيروس سارس 2 المسبب لمرض كوفيد 19، متى نقدر نقول انه هو خلاص غير معدي ممكن يرجع للحياه الطبيعيه.
ففي السابق قبل هذا كنا نستخدم استراتيجية يسمونها تست بيس اللي يعتمد على الفحوصات، اللي هو مثل ما ذكرتي فحص البي سي ار. اكتشفوا العلماء أن مشكلة البي سي ار أنه دقيق جدا، فهو لأنه يفحص الجينات الفيروس مش الفيروس نفسه، ولكن طبعا سريع وممتاز، وعن طريق الدورات، يعني كل دورة يضاعف عدد الجينات اللي كانت موجودة ويحاول يكشفها، إذا ما موجود دورة ثانية ويضاعفها زيادة وكذي. فاكتشفوا أن البي سي آر مفيد جدا حق الفحص الأولي لما المريض يكون عنده أعراض، هذا فائدة الأساسية. أما إذا بعدين نبي نشوف إنه هو للحين يعني عند الفيروس ولا لا، هذا ما له فائدة كبيرة، لأنه ممكن يطلع إيجابي ولكن الفيروس ميت، يعني هو بس مثل ما تقول اللي بقايا الفيروس اللي هو مثل يعني إحنا نسميه غبار الفيروس اللي تم يعني، بس مش دليل على إن الفيروس نفسه حي، ومش دليل إنه يسبب معدي للغير. ولذلك في مراكز عالمية كثيرة متخصصة في الأمراض المعدية والوقاية منها، مثل المركز الأمريكي المشهور، هم قالوا من بعد حين استراتيجية ثانية يسمونها بيس تايم بيس، يعني على حسب الزمن، من أول عينة إيجابية بأكثر من 10 أيام وما عنده أعراض، على الأقل 3 أيام ما في حرارة، يقدرون يطلعونها. باقي المراكز اللي هو في المركز الأوروبي والبريطاني والسنغافورة وغيره قالوا 14 يوم. فإحنا قطر مشينا مع الاحتياط يعني على العدد الأكبر هو 14 يوم، ومن بعدها نقدر نقول الناس اللي كانوا في عزلة مثل في دول ثانية يعزلونهم منزلياً، إحنا نحطهم في محاجر، وطبعا اللي في المستشفى اللي في المحاجر متى نقدر نقول انهم طالعين خلاص نقدر نطلعهم امورهم طيبه؟ بعد 14 يوم من اول فحص ايجابي. نعم. طيب دكتور ناصر، ما هو الهدف من هذا البروتوكول الان تحديدا وفي هذا التوقيت تحديدا؟ طبعا اول شيء انا نسيت اقول لك طريقه التطبيق، انت سؤالك بعد كان جزء ثاني منه. نعم. التطبيق هو عباره عن الطاقم الطبي في المحاجر، هم اللي طبعا عندهم المعلومات هذه لكل مريض، بعد 14 يوم يعطونهم شهاده انه ممكن يخرجون من المحجر الى البيت، ولكن احنا احتياطا بعد نخليهم اسبوع زياده يكونون في البيت في عزله يعني في منزليه، عزله منزليه، ونراقبها عن طريق التطبيق الجديد اللي هو احتراز. وفي طبعا اذا بيكون اصفر وقتها الفتره الاسبوع، إذا طبعا ما التزم في إجراءات يعني الأمن ممكن يعني والداخلية راح فيها عقوبات يعني للناس اللي ما تتابع الموضوع هذا ما تطبقها يعني. أما بالنسبة للفائدة طبعا لها فوائد كثيرة. أول فائدة بالنسبة للمريض اللي خلينا نقول الموجود في الحجر، مش المريض اللي في المستشفى، المستشفى هاي شيء ثاني. المستشفى مثل ما عرفت المريض بعد ما يخرج، بعد ما يطلع من فترة العزل ممكن يكون داخل المستشفى مش معزول، بس إنما كل الباقي على حسب حالته الصحية، والطبيب المعالج هو يخرجه لما يكون صحته ممتازة إنه يقدر يطلع للمجتمع مرة ثانية، أو إن بعض الأيام اللي يكون يقعد فيها لأيام قليلة يكملها في المحجر إنه يخلص 14 يوم في المحجر. فهذه بالنسبه للمرضى. اما بالنسبه للثانيين المحاجر خلاص يعني هم طبعا بدون. الفائده الاساسيه هي للمريض نفسه او الموجود في المحجر، نقول مثل المخالطين وكذا، هذا ما عندهم اي اعراض، لكن هو يخاف على اهله، يخاف على عياله، يخاف على زملائه. فهاي تطمين لهم ان هاي المراكز العالميه كلها قالت انه ما في فيروس بعد ال 14 يوم. هذا واحد. شيء ثاني طبعا الفائده بعد لما يرجع للمجتمع نفسه، زملائه في العمل كيف راح يعاملونه؟ فاذا هم خايفين من هالموضوع راح يمكن يعاملونه معامله سيئه، لان يخافون منه يعني. خلينا نقول المجتمع نفسه هو نفسه بيرجع، متى يقدر يرجع لحالته الطبيعيه؟ فهذه اللي احنا نقول الفتره الزمنيه هذه خلاص هي دليل، يعني من الناحية العلمية أنه يقدر يباشر حياته العملية طبيعية جدا في المجتمع. هاي فوائد الأساسية لها يعني.
نعم دكتور، لاحظنا الأعداد في قطر في الفترة الماضية كانت ربما مرتفعة بعض الشيء مقارنة بعدد سكان قطر، يعني اليوم كانت عدد الحالات 1993 حالة إصابة وثلاث وفيات، هل نستطيع أن نقول أننا نحن الآن في قطر في فترة الذروة؟ هذه صراحة يعني في تخصص العلم الوبائي اللي هو يسمونه الإبيديمولوجيست هم الأفضل في الأجوبة، لكن هي الدولة عندها لجان خاصة في هاي على مستوى الوزارة ويشوفون يعني كلام الإبيديمولوجيست هذا، وطبعا مع الأطباء المتخصصين في الموضوع هاي. هو أنا ما أقدر أفيدكم بهاي أكثر من هذا، ولكن اللي احنا نبي نقول ان الاعداد الكثيره اللي في قطر سببها الاساسي او واحد من الاسباب الاساسيه اللي عندنا ان احنا نعمل فحوصات كثيره جدا، يعني اكثر من 200 ألف فحص سوينا حق دوله صغيره مقارنه بالدول الثانيه اللي ما تسوي الفحوصات، يعني في دول كثيره حتى دول اوروبيه اذا واحد مثلا عنده شويه كحه وصبونه يتصل بالطبيب ماله ويقول له قاعد في البيت واخذ بنادول ولا يفحصونه ولا شيء. فاحنا لان نفحص فحصنا بالالاف الناس اللي جاوا من سفر سواء من الصين سواء من الدول الثانيه، فحصنا المخالطين للمرضى حتى داخل البلد صح نفسهم داخل البلد وفي خاصه في سكن العمال، وهي لما نكتشف واحد نفحص كل الموجودين في المنطقه هذه، فوجدنا يعني طبعا اعداد كبيره لان احنا فحصنا كثير ناس كثار. شيء ثاني طبعا الحمد لله احنا يعني عدد الناس الغالبيه العظمى يشفون ما يصير فيهم شيء، يعني هي فتره معينه ومثل ما تشوفين نسبه الوفيات قليله جدا، وهذا دليل ثاني ان احنا عندنا خلينا نقول السعه العلاجيه سواء من اسر من عنايه مركزه اطباء طاقم ادويه وكلها اكسجين تكفي لكل الحالات اللي احنا نحتاجها اللي يحتاجون دخول للمستشفى، فما عندنا مشكله من هالناحيه، ولذلك دائما نتائجنا الحمد لله ممتازه. الدول الصغيره دائما يكون خاصه احنا في الدوحه يعني اغلب الناس عايشين في العاصمه، فيكون يعني خلينا نقول التباعد الاجتماعي قليل، فمش مثل الدول الوسيعه يعني متناثره، فلذلك احنا يعني بعد من الدول اللي ممكن معرضين ان يكون اعدادنا اكثر، ولكن انا اعتقد ان في كثير من الدول ما عندهم القدره ان يفحصون وما يسوون الفحص مثل ما نسميه احنا سمارت تيستنج او الفحص الذكي، يعني انت مش تروح تفحص اي ناس في الشارع، لا تفحص يكون في سبب واحنا نفحصهم بالمجموعات هاي باعداد كبيره، فاحنا نلقى نشوفهم اكثر يعني احنا نحصلهم اكثر. في دول ثانية لأن هي الفحص نفسه ترى غالي يعني مكلف، عشان كذي في دول كثيرة يعني مترددة ما تفحص إلا فعلا المريض تعبان يعني. نعم إن شاء الله يكون القادم أفضل في دولة قطر وجميع البلدان. دكتور ناصر علي الأنصاري رئيس لجنة مكافحة العدوى التابعة للجنة إدارة الكوارث في مؤسسة حمد الطبية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نتابع مشاهدينا أيضا بعد الأخبار حول فيروس كورونا، وننتقل الآن إلى باحثون. هذا الخبر عن باحثون من فنلندا يرصدون نشاط الفيروس بالأماكن المغلقة. رصد باحثون من جامعة ألتوا الفنلندية انتقال الفيروس في الأماكن المغلقة عبر قطيرات صغيرة وأخرى بأحجام أكبر، وحاكى فيديو توضيحي لخبراء من جامعة ألتوا مع مركز البحوث التقنية وجامعة هلسنكي ومعهد الأرصاد الجوية تدفق الفيروس بأحجامه المختلفة على مدار دقائق عدة. ويعتبر باحثو جامعة ألتو أن الفيديو التوضيحي يحدد معالم الخطر المستمرة التي يشكلها كوفيد-19 على البشر، حتى بالرغم من إجراءات الغلق التي تعتمدها أغلب الدول في شتى أنحاء العالم. واستخدم الفيديو الثلاثي الأبعاد الذي نشر على موقع جامعة ألتو لتوضيح خطورة نشاط الفيروس في الهواء وعند سقوطه على سطح الأرض.
اختبار مزيج عقارين لعلاج مرضى كوفيد 19، أعلنت شركة روش السويسرية لصناعة الأدوية اعتزامها إجراء اختبار لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد الذي يسببه كوفيد 19 عبر مزج عقارها أكتيمرا المضاد للالتهاب وعقار ريمدسفير الذي تصنعه شركة جليد ساينز، بحسب ما أوردت وكالة روترز. وأعربت الشركة السويسرية عن أملها في تقديم علاج ناجع لمرضى كوفيد، لا سيما أن تجربة مزج العقارين ستشمل 450 مريضا في دراسة عالمية لرصد فعالية المزيج الدوائي ضد كورونا. وفي الأثناء أوردت رويترز عن مدير الخدمات الطبية في روش الدكتور ليفي جاراوي قوله إنه استنادا إلى الفهم الراهن يعتقد أن مزج مضاد فيروسات مع منظم مناعي قد يسفر عن أسلوب فعال في علاج المصابين بهذا المرض الخطير وفق تعبيره. وبحسب التجارب السريرية لكل من العقارين فقد ثبت بشكل منفصل استخدام ريمدسفير كمضاد يهدف بعرقلة تكاثر الفيروس، فيما يستخدم أكتيمرا لعلاج رد الفعل المناعي الشديد الذي يحدث جراء الإصابة بكورونا وفق الوكالة ذاتها. مشاهدينا، منذ بداية جائحة كورونا وضح التخبط الشديد في معظم قرارات منظمة الصحة العالمية، وظهر ذلك واضحا في قراراتها وتحذيراتها من فيروس كورونا والتي سرعان ما تتراجع عنها فور صدور أبحاث ودراسات تثبت عكس قولها. آخرها كان عقار الهيدروكسيكلوروكين الذي أقرته منظمة الصحة العالمية كعلاج بعد وصفه بالعلاج السريع لكورونا المستجد، لكن سرعان ما دعت المنظمة لتعليق التجارب السريرية حوله، وذلك غداة دراسة لمجلة لانسيت رصدت مخاطر يحدثها عقار الملاريا على مرضى كوفيد 19، مخاطره تفوق منافعه، ما دعا فرنسا التي كانت من أولى الدول التي أجازت استخدامه إلى التراجع عن قرارها. حول كل هذا ينضم إلينا من فرنسا الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي، أخصائي وخبير في علم الفيروسات بالمستشفى الجامعي كلود برنار بمدينة ليون، وخبير بمنظمة الصحة العالمية في مراقبة الإنفلونزا. دكتور يحيى، دعنا أهلا وسهلا بك، ودعنا نرى معك أو نبدأ معك في كيف ترى دور منظمة الصحة العالمية في إدارتها لجائحة كورونا، وكيف تفسر هذا التضارب في التصريحات والقرارات بداية من تأخرها في إعلان كورونا جائحة وحتى أزمة الكلوروكين، فهي تغير التصريحات فور خروج دراسات جديدة وغالبا ما تثبت عكس ما كانت تقوله المنظمة، ما رأيك؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام، وجمعة مباركة إن شاء الله. فيما يخص هذا، أشكر قبل كل شيء الأستاذ الأنصاري الذي أعطانا معلومات قيمة على ما يجري في قطر وفي الدوحة، ويسعدنا ويفرحنا بالتطور العلاجي والصحي والتحاليلي في قطر، ونشكر كل المسؤولين وسمو الأمير. بالنسبة لمنظمة العالمية للصحة سيدتي الكريمة، هو أنه المنظمة العالمية للصحة ليست مخبر أو ليست مستشفى، هي إدارة كإدارات المنظمة العالمية للعمل، كالمنظمة العالمية للطفولة للأونيسكو، كالمنظمة حتى للأمم المتحدة، هي إدارة فيها أخصائيين، أخصائيين في الأمراض المعدية، أخصائيين في الأمراض السرطانية، أخصائيين في الأوبئة، أخصائيين للاجئين، فلها عدة اختصاصات وليست لها مخابر وليست لها مستشفيات، فهي إدارة تجمع المعلومات من كل الدول ولها ممثلين كسفراء لدولة. المنظمة العالمية للصحة لها مديرين في كل دول العالم الذي يعني أمضوا يعني اتفقوا على معاهدة مع المنظمة العالمية للصحة، ولها ممثلين لكل دول، ممثلين لقارات، ممثل إفريقيا، ممثل الشرق الأوسط. فالمنظمة العالمية للصحة هي تأخذ المعلومات من الدول وتأخذ احتياجات الدول وتأخذ ما هي كل، سواء من الأمراض الأوبئة أو من الأمراض السرطانية أو من كل الآفات التي تصيب الإنسان، الأمراض البسيكولوجية، الأمراض النفسية، وتجمع هذه المعلومات وتقدمها للمتخصصين في المنظمة، والمتخصصين هم الذين يدرسون هذا الملف. ملف كورونا فيروس سيدتي عندما ظهر فور ظهوره وإعلانه في الصين،
فقرر السيد مدير العام لمنظمة العالمية للصحة إرسال فريق قوي ومختص كبير إلى الصين، وبقوا تقريبا ما يفوق 10 أيام وتدرسوا الوضع وأرادوا أن يعلنوا هذا. الصين دولة قوية ومن بين الدول الغنية، طلبت لا مهلا لا أقرر هذا ولا أكون قابل على هذا. فرجعت الفريق، رجع إلى المنظمة وقدم تقريره الأول، وبقوا في المراقبة. عندما انتشرت بعدة مدة أسبوعين رجعوا وفرضت المنظمة العالمية للصحة على الصين بإعلانها بأنها طوارئ. في 31 جانفي الفريق الثاني فرض على الصين واعترف بها أنها طوارئ، ومن ثم الصين تعاملت مع المنظمة العالمية للصحة بجدية وقدمت لها الفيروس وقدمت لها مكونات الفيروس. ومن هنا أخصائيين في الفيرولوجيا مثل اختصاصي في المنظمة العالمية للصحة والخبراء بعثوا نسخة الفيروس ونسخة الجينات والتحاليل الذي فسرها الأستاذ الأنصاري بارك الله فيه عن البوليميزاز، التحاليل المتسلسلة التلازم للخميرة العكسية، وبعثتها لكل مخابر الدول وأعلنت لكل ممثلها في الدول. وأنا التقيت ممثل المنظمة العالمية للصحة في 16 فبراير، لأنني قدمت محاضرة في المجلس الشعبي الوطني الجزائري لإعلان عن هذه الجائحة قبل كل الدول تقريبا في الجزائر، والتقيت به وتبادلنا المعلومات. فالمنظمة العالمية للصحة لم تقصر ولم يعني تتهاون عن 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 مسؤوليتها وقيام بهذا، ولها الخبرة، لها الخبرة في زيكا فيروس، لها الخبرة في إيبولا، لها الخبرة كبيرة في مرض السل ومرض الشلل. فلم يكن فيه تأخر. ربما القوى الكبرى الأمريكا والصين وبعض الدول الأوروبية، هذا ما يكون ضغط على المنظمة العالمية للصحة في بعض الأحيان. ونحن نعلم كذلك المنظمة العالمية للصحة كيف هجمت مثلا في الأنفلونزا الخنازير في 2009 عندما أطلقت عليها في الأول أنفلونزا المكسيك، ورفض المكسيك رفضا قاطعا. وهنا كل المقررين في الدول العالم الاخصائيين في الفيروسيا قررنا ان لا نعين اي فيروس او اي طفيليه او بكتيريا باسم بلد حتى لا نقتل على البلد وعلى سكان البلد، فنعطيها تاريخها او اسمها العائلي. ومن هنا المنظمه العالميه للصحه قامت بدورها، اعلنتها من بعد بانها جائحه. لماذا لم تعلنها جائحه في مثلا في اوائل فيفري او في جانفي؟ لان لنا مقاييس ولنا اخصائيين في الاوبئه والابيديمولوجيست، وننتظر من تفسير الجائحه هو انه تصاب 5 قارات في العالم ويفوق مثلا 100 دوله. فهنا اعلنت جائحه عالميه بكل خطورتها، واعلنت كذلك عن اكبر وسيله لحماية السكان الكرة الأرضية وكل مواطني العالم بتوازن وبمساواة مع كل الإنسان، لا الغني ولا الفقير ولا الدول الغنية، هو الحجر الصحي والعزل المنزلي. طيب دكتور يحيى، هل منظمة الصحة تصدر بياناتها على ما لديها، أو هل لديها مراكز أبحاث خاصة بها، أم تعتمد فقط على بعض المراكز البحثية الخاصة، أو ما تقوله كما ذكرت باقي الدول؟ يعني الصين تعلن بعض البيانات ترسلها من منظمة الصحة العالمية تعتمد عليها، دول أوروبية كذلك، أمريكا كذلك، أم لها مراكز بحثية تعتمد عليها؟ وخاصة تضارب البيانات ربما هنا يضرب مصداقية منظمة الصحة عندما تغير بياناتها من بداية الأزمة إلى الآن، وواضح هذا التغيير ربما يحدث بين ليلة وضحاها أيضا. تغيير قرارات المنظمة العالمية للصحة أو إعلاناتها هو تطور على حسب الوضع سيدتي. لو وجدنا دواء وشوفي كل المرضى، هل نصل إلى هذه الحالة اليوم عن الإيدروكسيكلوروكين؟ لا سيدتي. المنظمة العالمية للصحة، نعم أنا من حظي، وهذا بدعاء والدي لي رحمة الله عليه الذي هو فوق في الصورة في الأعلى، بأنني في مدينة التي يجد فيها أكبر مركز عالمي للمنظمة العالمية للصحة والأمم المتحدة لمحاربة السرطان، السنتر انترناشونال فور كانسر، هنا تابع المنظمة العالمية للصحة في ليون، وأنا أتعامل معهم جدا على بالنسبة لاختصاصي في فيروسات السرطانية ومنها سرطان عنق الرحم وسرطان الفم والحنجرة، هذا الأول. وأكبر مركز للمنظمة العالمية للصحة كذلك للقاحات وللفيروسات هو موجود هنا في ليون سيدتي، على تقريبا 10 كيلومترات من المستشفى الذي أنا أعمل فيه. فنعم لها خبراء، ليس لها مستشفيات ومخابر، لها خبراء يدرسون ويتلقون المعلومات، ولها ممثلين منظمة العالمية للصحة الذين هم في كل دولة معتمدين، وهم مثلا كيف تصل
عنها منظمه الصحه للدول، الدول غنيه او فقيره، عن طريق ممثل المنظمه الصحه، المدير منظمه الصحه في الدوله الذي هو كسفير كالمنظمه الاوروبيه مثلا، اللجنه الاوروبيه، دول اوروبيه عندها سفير في الدول، فكذلك مع زياده على سفير كل دوله، الدوله الفرنسيه لها سفير، والدوله الالمانيه في الجزائر مثلا او في قطر، لكن المنظمه الاوروبيه، اللجنه الاوروبيه لها سفرائها، فكذلك منظمه الصحه لها سفرائها الذين هم يسمى مدراء منظمه الصحه، وهذا المدراء هم الذين يوزعون الاموال في دراسه البرامج، مثل محاربه الايدز، كيف تجرى سياسه محاربه الايدز في معظم الدول؟ منظمه العالم الصحه هي اللي تعطي ميزانيه وتدفعها لوزاره الصحه لكل دوله، وخاصه اعانه الدول الفقراء. الدواء ضد الايدز سيدتي، من الذي وزعه في دول فقيره؟ الدول الغنيه لها الاموال ولها الاستطاعه، اوروبا، امريكا، امريكا الشماليه، امريكا اللاتينيه، الدول الكبرى، اسيا، دولنا الخليجيه بفضل الله عليه سبحانه وتعالى من رزق وغنى، لكن الدول الافريقيه لولا المنظمه العالميه للصحه لسيدتي لليوم لاصبح مثلا 3 ملايين 4 ملايين سنويا يتم الايدز في افريقيا وهم اطفال. فالدور الكبير للمنظمه العالميه للصحه لمرابقه وكذلك للتكوين، أكبر مهمة للمنظمة الصحة سيدتي هو تكوين الأطباء وتكوين الأخصائيين في أمراض الأوبئة وفي محاربة العدوى وفي محاربة الجائحات. نعم. هي المنظمة الصحة التي تدرس وتعلم وتبعث اختصاصيين. أنا في المخبر الذي أنا أعمل فيه بعثنا تقنيين وبعثنا بيولوجيست أخصائي لمحاربة وتكوين عن الإيبولا باسم المنظمة الصحة. نعم. فأنا كذلك عندي يأتون عندي كل سنة تقريبا 1-2 يأتون للتدريب عندي في المخبر للتكوين عن محاربة الفيروسات وكيف نطور الفيروسات وفحص الفيروسات. تفضلي سيدي. نعم. بالنسبة لمنظمة الصحة، هل تعتقد أنها ستكون قادرة في هذه المرحلة والمراحل القادمة على السيطرة على معركة اللقاحات والدواء التي تتنافس فيها قوى عظمى للفوز بأكبر نصيب من المكسب المادي، خاصة وأن هناك 146 لقاح قيد البحث والتجربة، ومنها 75% لشركات قطاع خاص؟ نعم سيدتي، إن الأزمة تلد الهمة، ما تمر به المنظمة العالمية للصحة بهذه الجائحة سوف يزيدها همة وقدرة وقوانين صارمة بالنسبة للدول وبالنسبة للمصانع للتبسيط ولوصول الفكرة للمشاهد الكريم لشاشتكم الكريمة من الدوحة سيدتي الكريمة، هو أنه لقاح الانفلونزا، وعندنا اكبر خبره، لقاح الانفلونزا لا يقرر سنويا في المصانع، تقرره المنظمه العالميه للصحه وخبرائها بالتحقيق من مكون الفيروس وكيف الفيروس وما هو الفيروس الذي جاح في السنه الماضيه، مثلا اللقاح الانفلونزا للسنه القادمه 2020-2021 سيدتي الكريمه خصص ودرس واثبت في شهر ابريل، ونحن في ازمه كورونا في المنظمه العالميه للصحه هذا ما يجرى سنويا وكيف يجرى. نأخذ كل نسخ الإنفلونزا التي ظهرت في الكرة الأرضية في سنة 2019 ونأخذ منها وندرسها ونعين اللقاح القادم الذي مثلا اللقاح كان فيه إلا 3 فيروسات، لقاح 2018-2017-2016 3 فيروسات، 2 من نوع ألف H1N1 وH3N2 وواحد من باء. فالسنة هذه التي مضت والسنة القادمة قررت المنظمة العالمية للصحة في لقاح فيه 4 فيروسات، 2 من ألف و2 من باء، لأنه ظهرت جائحة جديدة من إنفلونزا باء وضربت العالم، وهي التي كانت نوعا ما قاتلة وضارة في كل الدول في السنة الماضية. فمن هنا سيدتي، نعم أزيد فكرة أخرى سيدتي، نحن في فرنسا وعديد في الدول الأوروبية المصانع الأدوية والأطباء في سنة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات وحتى الألفينيات كانت ليست في قوانين، فأي مصنع للأدوية يأتي للطبيب أريد أن أستخبر أفحص هذا الدواء هل مفيد أم لا مفيد، يستطيعون يستقطبون المرضى ويجرب عليهم الأدوية. هنا في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا أصبحت قوانين صارمة سيدتي، لا يستطيع أي إنسان أن يعطي أي طبيب دواء ولو جرعة ولو حتى من ذرة أو من قمح، لأنه في جميع اختبار أي دواء نعطي دواء حقيقي والدواء زائف ليس بدواء، مثلا نفس الجرعة ونفس العلبة لكن هو نوع من القمح
سميد فرينا نعم يعني نعم والاخر ده دواء ونعطيه للمرضى. فاليوم اصبح ان لم يقبل المريض ونفهمه عن الدواء لا نستطيع ان نعطيه، واي طبيب يعطي هذا الدواء بدون اعلان وبدون رخصه من المريض وبدون قبول المشروع الطبي والبحث الطبي من لجنه الاخلاقيات نعم المهنه في المستشفيات. انا قدمت منذ اسبوع، قدمت بحث للجنة، اللجنة العامة التي من بينها رجل قانون وليس طبيب. وما هو السبب؟ لأنه كانت فيه شركة ورئيس هذه الشركة توفى بجلطة دماغية بسبب الخبر بأن الدواء الذي أصدره مدة سنين ضد السكر كان يعطي أزمة قلبية، وهذا المخبر أغلق في فرنسا وأصبحت قضية تتبعه. لا، ومن هنا أصدرت الدولة الفرنسية قوانين صارمة سيدتي الكريمة لأي بحث علمي. مثلا لكي نأخذ جرأة، وأنا لي اختصاص ثالث ألا وهو الفيروسات التي تصيب المرأة الحامل والجنين، وعندنا فيروسات إذا أصيبت المرأة الحامل بالفيروسات ومر الفيروس إلى الجنين يعطيه عقم في العقل في القلب، وفاة الجنين في بطن أمه أو يزيد معوق. ومن هذا الاختصاص، من اختصاصي هذا اليومي، ناخذ الماء الذي يعيش فيه الامنيوتيك فلويد، ليكيد امنيوتيك الذي يعيش فيه الجنين، فنفحصه. لكي نقوم بهذا الفحص سيدتي الكريمه، انا كأخصائي اعلن المريضه، الدكتور مكي يحيى اعلن المريضه باني سوف اخذ منها الماء الذي يعيش فيه الجنين وسوف اقوم عليه التحاليل الفلانيه الفلانيه، وها هو الخطر 1% يوقع اجهاض بسبب الابره للجنين. وهي تقول إنني فلان فلان قابلت من الدكتور مكي يحيى. وهذا اليوم أصبحت قوانين تسير العالم سيدتي. فالمنظمة العالمية للصحة لها قوانين وسوف تصدر قوانين، وسوف أكاتبها أنا شخصيا، أكاتب الفريق اللجنة التي هي موجودة هنا في ليون، وأكاتبها وأطلب كإرشادات وكخبير نصائح لها حتى يكون هذا التطور إلى مستوى عالي وراقي حتى نحمي الإنسانية. خلاصة قولي سيدتي في هذه النقطة، أيها المشاهد الكريم للشاشة الكريمة، كونوا واثقين في المنظمة العالمية للصحة لأنها تدير محاربة ما الذي قضى على المرض الشلل في العالم، والمضرر منه كانت أكبر هو الدول الفقيرة الإفريقية واللاتينو أمريكية والصينية الجنوبية آسيا جنوب آسيا، هي المنظمة العالمية للصحة. كم الذي أنقص عدد السرطان اليوم؟ تقريبا 100 مليون شخص توفوا من السرطان بسبب المنظمة العالمية للصحة. محاربة التبغ، نقص 150 مليون شخص أصبحوا لا يدخنون بفضل مجهودات المنظمة العالمية للصحة وتكوين الأساتذة وتكوين الأخصائيين لمحاربة الأوبئة أو محاربة الإدمان على المخدرات كذلك، نسينا عدد نعم. كبير. طب دكتور يحيى، من وجهة نظرك الآن نحن كم نبعد عن ظهور أول لقاح ضد كورونا؟ هل بات قريبا؟ نعم، اللقاح يكون موجود إن لم يكن على سنة حتى على سنتان. فالذي أصيب اليوم باللقاح، حتى أزيد بعض التفسيرات على الأستاذ ما قاله الأستاذ الأنصاري وأنا أشكره على ما قدمه من معلومات، كل من أصيب وشفي فالمضادات الحيوية التي كونها الجهاز المناعي الخلايا اللمفاوية فهو محمي تقريبا على سنتين إن شاء الله. إن أعيدت موجة ثانية أو إن أصبح موسمي فكل الأشخاص الذين أصيبوا وشفيوا بقدرة الله سبحانه وتعالى وانتجوا مضادات حيوية فهم إن كانت موجة ثانية أو إن أصبح موسمي. نعم. قبل أن ننتقل إلى موضوع الموجة الثانية دكتور يحيى، أود تعليقك حول موضوع عن ما قيل عن طلب منظمة الصحة العالمية عدم تشريح جثث المتوفين من كورونا، ولكن إيطاليا ربما خالفت هذه التوصية التي قيل عنها وشرحت الجثث، وكذلك ألمانيا. ما هو تعليقك؟ تعليقي، لماذا منعت؟ هنا السؤال الأول، لماذا المنظمة العالمية للصحة منعت؟ ربما لو كان كل دول العالم في تطور ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين والدول الكبرى لما سمحت، لأنه فيه وسائل للتشريح وفيه وسائل للدراسات وفيه وسائل، تخوفا من انتشار العدوى الكبيرة بقيام بتشريح أعضاء وأجسام المتوفيين. فمن هنا سيدتي الكريمة عدد كبير من الدول ليست لهم نفس الوسائل ليست لهم نفس الوسائل، ومن هنا سيدتي الكريمة نفهم تخوفها وقررت هذا. لكن كل دولة لها سيادتها ولها وسائلها، تستطيع أن لا تقبل بما طلبته المنظمة العالمية للصحة
وتقوم وان طلبتها المنظمه العالميه للصحه تقرير، تقول انا احترمت كل الوسائل، احترام عدم العدوى وعدم تنقل هذا في المخبر، لانه التشريح لازم يجرى في مخبر من درجه عليا ثالثه للوقايه وللحراسه من العدوى، لان المخابر البيولوجيه سيدتي التي تقوم فيها التشريحات والمخابر التي نقوم فيها بالتحاليل في المخبر الاول الذي هو عادي موجود في كل الاحياء في الدول، في قطر والجزائر والمغرب والصين والى اخره. المرحله الثانيه المراقبه الثانيه هو نستطيع ان نتعامل، لكن تكون فيه مكيفات للهواء للغرفه وللباس. والمرحله الثانيه هو الذي درسنا فيه فيروس الانفلونزا الف 2009 ومارس 2012 ومارس 2003 ومارس هذا. لكن الدرجه الرابعه والقوه فرنسا كلها فيها واحد مخبر واحد فقط، هو في ليون مخبر درجه رابعه، هو نفس المخبر الذي في ووهان الذي اطلق عليه بانه ربما خرج الفيروس من هذا، وهذا غير صحيح لحد الان، غير صحيح سيدتي. ف ما قررته المنظمة العالمية للصحة، هل نستطيع أن نقوم بتشريح المرضى في غينيا أو في أو حتى في دول الخليج أو في دول، هل فيه وسائل؟ ومن هنا نغتنم الفرصة من شاشتكم الكريمة، ووجه ندائي لسمو الأمير ولكل الأمراء ورؤساء دولنا من الخليج إلى المحيط، دعموا التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ودعموا الصحة وتطوير الصحة، وسوف نؤسس إن شاء الله بالتعاون وتبادل الخبرات ما بيننا نحن وأنتم إخواني الكرام في الدول، نطور والله أحسن مستشفيات وأحسن مخابر وأحسن بحث علمي. فرجوعا لماذا مثلا إيطاليا أجرت هذا، لكن لم يثبت بأن إيطاليا أجرت هذا رسميا، فيه منشور عن طريق الفيسبوك سيدتي. نعم البحوث، لأن لهذا لازم أن نتحقق من المعلومات، هل الأبحاث مثلا البحث ذا لانست الذي أكد بأن الإيدروكسيكلوروكين يسبب الوفيات أكثر من هو يعالج. نعم، ربما سأنتقل إلى هذا محور دكتور يحيى، الهيدروكسيكلوروكين، لأن محور مهم جدا. دعني أعلق على نقطة ربما ذكرتها حول الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا أصبح لديهم مناعة، هل هذا الشيء أصبح مؤكدا؟ وتعليق منظمة الصحة تحديدا عليه، الشخص الذي أصيب بكوفيد 19 لن يصيبه هذا الفيروس مرة أخرى؟ نعم، ما عدا إذا لا قدر الله الفيروس يتغير جذريا ويبقى منتشر فيعود كفيروس تقريبا جديد، فنستطيع حتى وإن شفينا وعندنا المضاد حيوية ربما يصبح كالزكام كالأنفلونزا. هذا الأول. لكن كل إنسان أصيب وأنتج المضادات الحيوية، وأنا قمت بتحاليل الأسبوع الماضي لدراسة وتقييم محلل بعث لي من الصين، ووجدنا عدد كبير من الأشخاص، 90% من الأشخاص الذين أصيبوا ينتجون المضادات الحيوية، إلا الذين هم مصابين بفقدان المناعة، كل من زرع لهم عضو من الأعضاء، كلى، كبد، قلب، رئتان، البنكرياس، أو النخاع الشوكي، عفوا النخاع العظمي سيدتي، فهذو عندهم دواء لينقص المناعة حتى يتقبلون العضو الذي زرع لهم، فهذو عندهم فقدان مناعة دائم، وهذو يصابون بكثرة بالفيروسات، وحتى الفيروسات التي هي معايشة معهم تعيش معهم وكلنا تعيش معنا، هي عائلة الهربس، فهذه هي التي تسبب لهم معظم الوقت وفي كل الأحيان إصابات، ونعالجهم ونتبعهم شهريا تقريبا هذا. فهنا ربما فيه فئة من هذا المرضى إذا أصيبوا نظرا لفقدان المناعة عندهم ربما يعود أو يصيبهم، لكن كل إنسان عادي، امرأة، رجل، طفل أصيب وطور المضادات الحيوية فهو محمي لسنة سنتين. ما الذي يقول لي قول الدكتور مكي بأنه سنتين؟ لأنه عندنا الخبرة، لأنه عندنا خبرة المارس كورونا فيروس متلازمة الشرق الأوسطية عن طريق الجمل، وسارس 2002 و2003، تتابعنا المرضى الذين أصيبوا ووجدنا بأن المضادات الحيوية ضد هذه الفيروسات كانت بقت لمدة سنتين 3 سنوات. وهنا ما يفيدنا للقاح، ولهذا اللقاح يفيدنا حتى وإن وصل على سنة أو سنتين، لكن على حسب إن شاء الله نتفائل خيرا يوم الجمعة يكون موجود في الشتاء قبل الشتاء القادم إن شاء الله. نتمنى ذلك.
دكتور مكي، دعنا ننتقل إلى الموضوع الأساسي. أيضا العديد من الدول أجازت وبشدة استخدام الهيدروكسيكلوروكين في البداية، والآن تحذر استخدامه. أين يضعنا كل هذا؟ فرنسا كانت من الدول الأولى التي أذنت باستخدام الكلوروكين على بعض مرضى كوفيد-19. هل توقفها يعكس فشل العقار في العلاج حقا، أم هو فقط بمثابة رد أو على تحذيرات منظمة الصحة العالمية؟ لا سيدتي، نحن علماء والعلم يستعمل الرياضيات، 1+1 = 2 لا يساوي 3 ولا يساوي 0. ففي العلم سيدتي الكريمة وبالخبرة وبالتوازن نستعمل دواء. ولكن حتى أفسر للمشاهد الكريم، الدواء الهيدروكسيكلوروكين، ولا أستاذ ولا طبيب قال هذا دواء مستعمل ضد الفيروس، لأنه ليست مكوناته تهاجم الفيروس كفيروس. الريمديزيفير هو ضد الفيروس. اللوبينافير، الريتونافير التي ذكرتيناهم سيدتي في تقريرك الأول، نعم ضد الفيروس، لكن هذا الهيدروكسيكلوروكين هو دواء أسس بثاثا وفي الأول أصلا عن علاج التهابات الشرايين عند الأمراض الذاتية، المناعة الذاتية، يعني الأوتو إيمينيتي ديسيز. فمن هذا المنطلق سيدتي، الأستاذ ديدي راولت مع فريق صيني، والأستاذ ديدي راولت لماذا طلب من هذا تجربة هذا الدواء؟ لأن كانت له خبرة سابقة في تقريبا 4000 مريض أصيبوا ببكتيريا التي تسمى الريكيتسيوز، والتي تصيب وتعطي التهاب في الأنسجة الدماغية. فجرب هذا الدواء وأعطى نتائج مفيدة جدا، فقال لماذا لا أجرب هذا الدواء. جربه أول مرة في 14 مريض، واتصل مع الصينيين في أول بحث تقريبا 25 مريض، رأوا بأنه 60% ناجح، فقالوا لماذا. فمن هنا انطلق الأستاذ ديدي راولت إلى تقريبا 1500 مريض وأعطى فائدة. لكن الهيدروكسيكلوروكين لم تدمر الفيروس كفيروس، لأن الفيروس عندما يدخل في الخلية، أي فيروس لازم يدخل الخلية لكي يعيش، كل فيروسات الإيدز الإيباتيتس كل فعندما يدخل في الخلية يدخل في أكياس، فوجد بأن هذا الدواء يدمر الكيس ولا يدمر الفيروس، فيدمر الكيس فينقص من حدة الفيروس. ولكن زيادة على الهيدروكسيكلوروكين، فائدة الهيدروكسيكلوروكين كانت يعني ثابتة، إلا باختلاطها مع 2 من الأنتيبيوتيك ذو قوة شديدة ضد البكتيريا. وهنا رأينا هذا، فبعد التجربة وبعد هذا البحث الذي انتشر في The Lancet الجريدة البريطانية، الذي يبين دراسة 14888 مريض. لكن هنا نثبت الوقت، الباحث الإنجليزي الذي نشر البحث ليس هو كديدي راولت الذي استعمل الدواء للمرضى، هو جمع عدد من كثير من المنشورات ودرسها وقال بالنسبة لهذه الدراسات جمعتها، هذا الهيدروكسيكلوروكين لا تفيد، ورأينا بأن الذين أخذوا الهيدروكسيكلوروكين فيهم كثرة من الوفيات. لكن هل الهيدروكسيكلوروكين حقيقة هي التي قتلت الموتى أم لا؟ ربما هذا الموتى كانت لهم أخطار شديدة كبرى وتوفي، ربما هذا الهيدروكسيكلوروكين في الأبحاث الباقية ربما كانوا معظمهم في العناية المركزة، وديدي راولت معظمهم لم يكونوا في العناية المركزة، وهنا الاختلاف. فمن هذا المنطلق، وأنا لا أدافع عن المنظمة العالمية للصحة، لها مديرها ولها أخصائها في القانون الذي ندافع عنه، لكن أنا أريد أبين الحقيقة، لأنه ليست لي فائدة ولا أتبع لأي مخبر ولا لأي منتج دواء ولا منتج لقاح، لكن من الواقع الحقيقي، وحتى يعني نفيد المشاهد الكريم بأنه المنظمة العالمية للصحة بفرض نشر هذا الخبر أرادت، لأن لها علاقات وربما هي دعمت حتى دول بالهيدروكسيكلوروكين دول فقيرة، فقررت أن تقف هذا مؤقتا حتى تتحقق. ومن هنا كما ذكرت سيدتي وتمم دقيقة، فمن هنا ذكرتين بأن الجزائر لم تقف الدواء، لماذا؟ لو الجزائر لاحظت، لأن علماء الجزائر وأطباء نعم ربما الجزائر البرازيل قالت أنها لا توقف استخدام هذا الدواء الهيدروكسيكلوروكين، معتبرة أن هذه النتائج ربما تكون ناجحة. بالطبع، لماذا؟ لأنه لحد الآن في الجزائر، في المغرب، في عدد كبير، حتى مصر وتونس وكذلك البرازيل وحتى أمريكا الولايات المتحدة،
تأخذ الكلوروكين. فلو لو رأت بأن عدد الوفيات لو أوقفت وتقوم بتقرير، وكل دواء يعطى في ملف للمريض يسجل في ملف ويتبع المريض إلا حتى ينتهي منه الدواء. وأنا اتصلوا بي مرضى من الجزائر سيدتي، أخذوا الإدروكسيكلوروكين وأعطيت لهم لمدة 10 أيام، 8 أيام شوفوا وخرجوا من المستشفيات ويقول ما هي الخطورة، فقل لهم اتصلوا بالطبيب ويفحصكم. ومن هنا لو سمحتي لي أوجه ندائي لكل أطباء في المغرب، الجزائر، تونس، قطر، كل دولة عربية إسلامية استعملت الإيدروكسيكلوركين فتنشر أبحاثها بكل شفافية. وأنا موجود متطوعا، وهذا يوم جمعة برا بوالدي، نتطوع حتى نتساعد ونتبادل الخبرات حتى ننشر الأبحاث، وحتى إن استعمل الدواء في 100 شخص أو 1000 شخص البحث يكون مفيد جدا ويكون ملف، ونستطيع أن نتبادل الخبرات وننشر هذا البحث حتى في اللانست، ونبين بأنه لا في دول في الجزائر، المغرب، تونس، مصر، قطر، دول الخليج الدواء كم أعطيه للمريض وشوفيه وعولجه والحمد لله ولم تكن إصابات. ومن هنا يكون في العلم سيدتي، العالم لازم يكون ذو عقلانية وذو صبر وذو سكينة ويتمسك في أعصابه ويتمسك ويكون مخلص في علمه ومخلص في بحثه حتى نصل إلى نتيجة لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الإنسانية ونتبادل الخبرات في هذا. ولماذا وأنا يعني كهمزة وصل ولا أفرض نفسي حتى أكون في المنشورات العلمية تطوعا بتاتا سيدتي الكريمة؟ الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي، أخصائي وخبير في علم الفيروسات بالمستشفى الجامعي كلود برنار بمدينة ليون، وخبير أيضا بمنظمة الصحة العالمية في مراقبة الإنفلونزا، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة ونلتقي في حلقات أخرى. وشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، ونلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.